في شمالي إدنبرا ينتصب جسر خور فورث الإسكتلندي الذي استكمل بناؤه عام 1890، وهو من الجسور ذات البناء الأقوى على الإطلاق، الوحش الفولاذي. لقد بني بشكل متين في أعقاب الكارثة التي ضربت جسراً إسكتلندياً آخر يصل ما بين طرفي خور تاي. في ذلك الوقت كان جسر خور تاي هو الأطول في العالم، لكنه تهدم لأن السيد توماس باوتش المهندس المسؤول فشل في التنبؤ الدقيق بواحدة من أكثر الكوارث الطبيعية تدميراً. بعد سنة من إنجازه وفي ليلة عاصفة ضربت الجسر فجأة عاصفة قوية بينما كان قطار يعبره من إدنبرا إلى تاي. عصفت الرياح بالقطار والجسر وقتلت نحو 75 شخصاً. هذا الحادث فاجأ الجميع وغير أسلوب دراسة بناء الجسور تغييراً جذرياً. منذ ذلك الحين تعمق المهندسون في دراسة تصميم الجسور الطويلة أو المرتفعة لتمكينها من مقاومة الضغوطات المتزايدة الناجمة عن عوامل الطبيعة. وكدليل على نجاحهم فإن الكثير من الجسور العظيمة في العالم الآن عمرها أكثر من قرن، وكما باقي المنشآت العظيمة التي نعتمد عليها كالسدود والقبب والأنفاق وناطحات السحاب. هذه المعالم من الإبداعات الإنسانية تطورت بشكل كبير من فجر التاريخ لتلبي متطلبات الحضارة. ومع وجود ثقافات حول العالم تغذي علم وفن الهندسة، تمكن الإنسان من السيطرة على معالم الأرض نفسها. جسر جولدن جيت شريط حديدي رائع الجمال يمتد عبر أعظم الحواجز الطبيعية في العالم، المدخل إلى خليج سان فرانسيسكو. جولدن جيت المزيج المثالي من الشكل والأداء، هو جسر رائع ورشيق وقوي بشكل يجعله يتحمل ازدحاما هائلا على مدار اليوم والسنة. هذا البناء الضخم وصل سان فرانسيسكو بمقاطعات شمالي الخليج، إضافة إلى أنه غير مستقبل شمالي كاليفورنيا للأبد. عندما نقف في أعلى جولدن جيت لا نفكر في مهارة الناس الذين بنوا جسرا بتلك الضخامة فحسب، بل نفكر أيضا في شجاعتهم. من المستحيل على معظمنا تخيل ظروف العمل على هذا الارتفاع. أنا شخصيا لا أستطيع التفكير هنا إلا في التشبث بشكل جيد، ومع ذلك يعتبر هذا هو الجوهر من بناء المنشآت الضخمة. هذه هندسة في قمة إلهامها. أكثر من أي بناء ضخم آخر تقف الجسور مكشوفة أمام أنظار البشر، لكن المهندسين احتاجوا إلى آلاف السنين كي يفهموا تلك الهياكل جيدا لبناء جسور كهذه. مع وصول نفوذ الإمبراطورية الرومانية إلى أقاصي الأرض أصبح الرومان سادة بناة الجسور. لكي يدعموا انتصار قواتهم في المعارك
قام مهندسو الإمبراطورية ببناء الطرق لتأمين وصول الكتائب إلى جبهة القتال بأمان، وحيث كانت تنتهي الأرض المستوية كانوا يبنون الجسور، وفي بعض الأحيان يضعون القوارب جنبا إلى جنب لكي يمر عليها الجنود. ولكن حالما يتم إخضاع العدو يبدأون ببناء المدن والطرق الجديدة والجسور ذات المواصفات الممتازة، وكلها كانت تؤدي إلى روما. في الواقع كانت الجسور مهمة جدا بالنسبة إلى الرومان القدماء، وهذا ما أعطى باني الجسر الأول الذي وصل بين ضفتي نهر التايبر لقب بونتيفكس أو مشيد الجسر. لقد رمز بناء الجسر بالشخص الذي يصل ما بين الناس. مئتا عام قبل الميلاد كان هنالك 7 جسور دائمة تصل ما بين طرفي نهر التايبر الهائل، وقد بنى الروم جسورهم من الحجارة حيث استطاعوا، وعلى الرغم من صعوبة التعامل مع الحجارة مقارنة بالخشب إلا أنها أقوى ولا تحتاج إلى كثير من أعمال الصيانة، فضلا عن كونها مادة صالحة جدا لبناء الأقواس. ما الذي يميز الأقواس؟ حسنا، انظروا إلى البديل. الطريقة الأسهل لمد جسر عبر نهر أو واد هي استخدام أعمدة وعوارض من الألواح الخشبية. يتم وضع أعمدة خشبية عمودية لتحمل الطريق الممتد أفقيا. ببناء أقواس حجرية كالتي نراها من خلفي، استطاع الرومان أن يمدوا جسورا كهذا الجسر أو حتى أطول، مع التقليل من العوائق التي تعترض تدفق النهر والسفن المبحرة. ولكن ما الذي يمنع الأقواس من السقوط؟ الجواب يكمن في شكل ووزن الجسر. دعوني أريكم هذا. تم وضع أحجار على هيئة وتد جنبا إلى جنب مشكلة نصف دائرة. ترصف الأحجار في بداية الأمر على شكل قوس بمساعدة قالب خشبي، وما إن يكتمل بناء القوس حتى يزال القالب من تحتهما. بمفرده لا تحتمل القوس الحجرية كثيرا من الوزن، وإذا تعرضت لوزن ثقيل تتباعد أطرافها ما يؤدي إلى انهيارها. ولهذا السبب قام الرومان بوضع أحجار حول الأقواس لوقف هذا التباعد. الوزن الذي تتعرض له القوس من الأعلى يؤدي إلى ضغط أحجاره بقوة، ما يجعلها كتلة واحدة قادرة على تحمل أكبر الأوزان، ويطلق على هذه العملية اسم compression أي الضغط. من المستحيل تجاهل دور الجسور في تكوين قوة روما التجارية والعسكرية. في الحقيقة لا تزال بعض جسور روما القديمة قيد الاستخدام اليوم، وتنقل الناس والسلع في عالم حديث تم التواصل فيه في الماضي عن طريق سلسلة من الجسور الرومانية. ولكن هنالك كثيرا من مضار الأحجار كمادة للبناء، وقد بحث بناء الجسور لقرون عن بديل عملي. عملت الجسور الحجرية بشكل جيد فترة طويلة، لكن الأحجار ثقيلة وتلزم وقتا طويلا. لذا عندما أصبح الحديد متوافرا، بدأ المهندسون بتجريب هذه المادة الجديدة ليروا ما إذا كانوا يستطيعون بناء جسور أخف وأقوى وذات امتداد أطول وأقل تكلفة. أما الإنجاز العظيم فقد حدث عام 1779، إذ تم بناء أول جسر حديدي يصل ما بين طرفي سيفرن في كولبروكديل في إنجلترا. قام الإنجليز منذ العصور الوسطى بالتنقيب عن الفحم في هذه المنطقة، وبحلول القرن 18 تم افتتاح سلسلة من دكاكين الحدادة التي أطلقت الحمم النارية إلى السماء. جسر يعبر السيفرن هو كل ما يحتاج إليه عمال المصانع آنذاك، لذا قام تاجر يدعى إبراهام داربي باغتنام الفرصة وبناء جسر من نوع جديد من الحديد كان ينتجه في مسبكه. كان الناس سابقا يصوغون الأسلحة والمثبتات والأدوات عن طريق استخراج الحديد الخام من الأرض الذي يسهرونه في أفران الفحم ويطرقونه حتى يبرد، محولينه إلى أشكال مختلفة. في وقت داربي مكنت الأفران العالية التي تعمل بفحم الكوك عمال الصهر من إنتاج كميات كبيرة من الحديد كافية لصنع قطع أكبر.
أطلق على هذا الحديد الصناعي الجديد اسم الحديد الصب، لأنه يأخذ شكل القالب المفرغ فيه. وفي نهاية القرن 18 استطاعت مسبكة داربي أن تنتج قطعا كبيرة جدا. عندما حصلوا على تلك القطع الطويلة أصبح لديهم قدرة على بناء المنشآت، فلم تعد مضطرا إلى استخدام كتل حجرية بهذا الحجم أو الاستعانة بألواح خشبية طويلة جدا. أصبح من الممكن أن تصنع قطعا بالشكل الذي تريد وأن تضعها معا كلعبة الصور المقطعة. وبدلا من بناء جسر بالطريقة المعتادة أصبح متاحا تركيب الجسر باستخدام قطع مصنوعة بحسب الطلب. لم يكن داربي مهندسا، لكنه أراد من بناء الجسر أن يروج لمسبكه ولحديد الصب المتعدد الاستعمال. ولكن عندما تم بناؤه توافد الناس من جميع أنحاء البلاد ليدرسوا ويرسموا أو حتى يتأملوا تلك المنشأة العظيمة. وقد ألح الرئيس الأمريكي توماس جيفرسون على طلب أحد قوالب المنشأة. وجد المهندسون أخيراً مادة بقوة الحجر، ولكن أسهل وأرخص للبناء. كان الحديد بالفعل هو المادة الأكثر إثارة في الثورة الصناعية، بل كان السبب في قيامها، لأنك لا تستطيع من دونه أن تصنع الآلات. ثم جاء الناس الذين حاولوا صنع عربات تسير على سكك الحديد، وبالطبع استطاعت هذه القاطرات أن تحل محل الجياد. كانت قاطرات سريعة، لكن كان من الممكن أن تكون أسرع لولا وزنها الثقيل جدا. ووجود تلك الأشياء الثقيلة التي تهز السكك الحديدية خلق مجموعة من المشاكل التي واجهت بنائي الجسور. لقد تعرضت نعمة الحديد العظيمة للامتحان بعد التحديات التي واجهها البناؤون، وهكذا فشلت المادة الجديدة. خلال السنوات الأولى لجسور السكك الحديدية كانت هنالك حالات فشل هائلة لم ترضى عنها شركات السكك، لأنها لم تعطى دعاية كافية، فضلا عن الخسارة الكبيرة في الأرواح. الأمر الذي سلط الأضواء على مشكلة الحديد الصب هو فشل جسر الدي في مايو عام 1847، والذي يصل بين تشستر وهوليهيد. صمم جسر الدي مهندس بريطاني مشهور يدعى روبرت ستيفنسون. بنى بضعة جسور ناجحة للسكك الحديدية تتضمن أقواسا حجرية رائعة تصل ما بين طرفي نهر تويد. تحول والده جورج من كونه عامل منجم غير متعلم في نيوكاسل إلى الرجل الذي صنع أول سكة حديدية تعمل على البخار في العالم عام 1825. عمل الأب والابن معا في تصنيع كل شيء من القاطرات إلى جسور السكك الحديدية. صنع جسر الدي بطريقة العمود والعارضة، حيث استخدمت فيه ركائز حجرية وعوارض من الحديد الصب. اعتقد ستيفنسون أن العوارض المصنعة من الحديد الصلب يمكن أن تحمل وزن القطار من دون وضع أعمدة كثيرة تحت الجسر تعرقل تدفق مياه النهر. لكن وزن القطار يضعف أي معبر غير مدعم ضاغطا على الجزء السفلي من العارضة. يحتوي الحديد الصب ككل المعادن على طبقة رقيقة تتصدع وتتكسر، وإذا تمددت تلك القطع فقد يسوء الوضع وتتفكك أطرافه، وهذا ما حصل بالضبط لجسر دي. تمت دراسة أسباب انهيار جسر دي من قبل أشهر المهندسين الإنجليز. تبين في التحقيق أن اللوم يقع على عجز الحديد عن المقاومة لا على تصميم ستيفنسون. لحسن الحظ استطاع ستيفنسون وزملاؤه اكتشاف معادن أقل هشاشة مثل الحديد المطاوع والفولاذ يمكنها مقاومة الضغط جيدا. مع نهاية القرن 19 صار المهندسون يستعملون مواد جديدة للدفع ببناء الجسور إلى ارتفاعات غير مسبوقة. كان جوستاف أيفل أحد أفضل مهندسي عصره. في عام 1884 طلب منه أن يمد جسراً في وادي جرابات العاصف في مسيف سنترال، وهي سلسلة جبلية في فرنسا حالت دون وصول سكة الحديد إلى جنوبي فرنسا. لكن جسر أيفل المدهش غير هذا الواقع.
أقواسه الضخمة المصنوعة من الحديد المطروق تدعم مسار سكة الحديد. وعلى الرغم من استخدامه أقل قدر من المواد في بناء الجسر الذي اعتبر فيما بعد أطول جسور العالم، إلا أن تصميمه استطاع أن يصد الرياح الجبلية العاتية. الجوانب المفتوحة للأقواس كانت تسمح بمرور الرياح عبر الجسر، ولسبب وجيه تبنى أبراج الدعم في القاعدة أعرض منها في القمة. إذا وقفت مستقيما هكذا يمكن لأي قوة تضرب أعلى جسدي أن توقعني بسهولة. قدراتي الطبيعية، أحمد الله أنها ما زالت تعمل، تحثني على المباعدة بين قدمي، وهذا بدوره يثبتني ويمركز وزني. هذا بالضبط ما فعله آيفل في تصميمه للأبراج في جسر جارابيت، وما فعله بعد 5 سنوات في برجه الشاهق في باريس. لم يكن جسر جارابيت نصراً على الصعيد الفني فقط، بل كان ذا تكلفة قليلة، لأن آيفل استخدم تقنية الأبراج المثلثية للتخفيف من مواد البناء غير الضرورية من دون تعريض الجسر لخطر السقوط. عندما يعبر القطار جسراً مدعماً بأبراج مثلثية، فإنه يعرض أجزاء القاعدة الثقيلة للشد وأجزاء القمة للضغط. وبالاعتماد على موقع القطار على الجسر، فإن الأجزاء العمودية والمنحرفة تتغير من مرحلة التوتر إلى مرحلة الضغط. لكن في أي نقطة معطاة تبقى هذه القوى المتعاكسة في وضع متوازن. كل عملية سحب يتعرض لها أحد الأجزاء تقابل بعملية دفع معاكسة من جزء آخر على طول الجسر، ولهذا يبقى الجسر صلباً وقوياً على الرغم من خفة وزنه. ومع نهاية القرن 19 بدأ المهندسون بوصل مسافات اعتبرت فيما مضى غير قابلة للوصل. ولكن في اسكتلندا كان الناس لا يزالون يعيشون كارثة انهيار جسر تاي الذي بناه توماس بوك. لهذا عندما اقترح المهندسون بناء جسر يصل ما بين طرفي خور فورث الأوسع، طالب العوام ببناء جسر لا يهوي أبدا، وفعلا تم تحقيق مطلبهم. إلى الجنوب من تاي يقع خور فورث. أرادت شركة السكك الحديدية مجدداً أن تبني جسراً يحمل سكة الحديد فوق هذا المصب الضخم، ولكن لم يكن قد مضى وقت طويل على الانهيار المفزع لجسر تاي، لذا أتوا بفكرة الجسر المعلق العظيم. راح النقاد يسخرون من جسر سكة حديد خور تاي، مشبهينه بهيكل عظمي لديناصور، لكن أحداً لم يشك في قوته. تلك الصفوف المعقدة من الدعامات والزوايا هي الجسر الذي يحمل سكة حديد خور، كان من بنات أفكار السيد جون فولر وبنجامين بيكر. لقد تم استكمال بنائه عام 1890، وكان أول جسر يبنى بشكل أساسي من الحديد. كان جسر فورث من النوع المعلق، ورغم أنه يبدو معقدا إلا أن مبادئ بنائه بسيطة جدا. قطع الناس أميالا ليستمعوا إلى شرح بيكر عن الجسر مستخدما مساعديه لتسهيل العملية. يمثل الناس في الكراسي الأبراج من القاعدة إلى القمة، أما الأعواد القطرية فهي تمثل الأنابيب الفولاذية الثخينة التي تبرز من القاعدة. تمثل أيديهم الأطراف الفولاذية المتدلية من الأعلى. بتعرض أجزاء القاعدة للضغط وأجزاء القمة للتوتر، تدعم الكتيف المعلقة الطريق الواصل الذي يجلس عليه الرجل الثالث. كل جزء رئيس مدعم بأحكام عند الأطراف ليقدم مزيداً من الثبات في الوصلة المتوسطة. تلك الإعدادات شبه الدعائمية ساعدت في جعل هذا الجسر أحد أقوى الجسور على الإطلاق. فالرياح لم تهز الجسر بسهولة، وكان هذا بالتحديد ما طالب به الأسكتلنديون بعد دمار جسر تاي. مع ذلك لم يبنى سوى القليل من الجسور الشبيهة به. ما عادت المشكلة في بناء جسر آمن، بل في بناء جسر كبير من دون أن يسبب عجزاً في الميزانية. إن بناء جسر معلق بهذا الحجم يتطلب كمية كبيرة من المواد، وهذا ما لا يستطيع تحمله كثير من الأماكن. لحسن الحظ استطاع المهندسون وفي الوقت المناسب تطوير حلول عملية للجسور الطويلة. مدينة نيويورك هي مثال نموذجي لكثير من المدن المحاطة بالماء، وباتساع عدد سكانها استوطن الناس قرب الأنهار وعلى الضفاف.
في عام 1860 وعلى طول النهر الشرقي نمت بروكلين المدينة الجارة لنيويورك لتصبح ثالثة أكبر مدينة في أمريكا. كلتا المدينتين العالميتين اكتظت بالمهاجرين، واكتظ النهر الشرقي الذي يفصل ما بينهما بالعبارات المحملة بالمسافرين والقوارب التجارية المحملة بالبضائع. كان الجميع يطالبون ببناء جسر جديد، ولكن يجب أن يكون قويا بما يكفي لحمل الناس والعربات، وبارتفاع جيد عن سطح الماء يسمح بمرور السفن، ومبنيا بطريقة لا تعرقل حركة النهر. باختصار، كانت نيويورك بحاجة إلى جسر معلق. هذا هو جسر كليفتون جورج المعلق الذي يقع في بريستول إنجلترا، والذي تم تصميمه عام 1830 على يد المهندس الأسطوري إيزنبارد كينغدوم برونيل. إنه تصميم قديم جدا لجسر معلق، ولكن كما ترون لا يزال صامدا جدا. خلافا للجسور التقليدية أو جسور العوارض والأعمدة، تم دعم الطريق من الأعلى بدلا من الأسفل. إنه معلق بحبال حديدية قوية موصولة بأسلاك سهلة الانحناء مصنوعة من قضبان حديدية قوية ومعقودة. أطراف تلك الأسلاك موصولة بركائز خرسانية ضخمة تسمى مراسي، ثبتت عميقا تحت كل برج من أبراج الجسر. حتى اليوم يعتبر هذا البناء من المنشآت المدهشة، وكما ترون لا يوجد شيء في الأسفل يدعمها، وإليكم سر بنائه. تمتد الأسلاك بين البرجين بعد وصلها بالمرساتين بإحكام، وتم وصل الطريق بالأسلاك عن طريق حمالات معدنية قوية. في الجسر المعلق يضغط وزن الطريق بشكل ثابت إلى الأسفل، لكن الركائز التي تثبت الأسلاك من كل جانب تتصرف وكأنها قوة سحب مضادة بعكس الاتجاه. ومثل لعبة شد الحبل تشد تلك القوى المتعاكسة السلك بقوة، والسلك ينقل قوة الشد إلى الأبراج الحجرية فيجعلها صلبة جدا. جوهريا يحول هذا التصميم التوتر الكامن في الأسلاك إلى ضغط يطبق على الأبراج، منتجا توازنا في القوى يسمح للجسر بدعم المسافة المركزية الطويلة. بدت الفكرة ممتازة لبناء جسر يصل بروكلين بمنهاتن عبر النهر الشرقي المزدحم، لذا راحوا يراهنون على أن المهاجر الألماني العبقري جون روبلينغ يستطيع بناء أطول جسر معلق على الإطلاق، جسر بروكلين. جاء جون روبلينغ ليبني مستعمرة طوباوية في البراري. في البداية قام بإنشاء مستوطنة صغيرة في ساكسنبرغ في بنسلفانيا، لكنه اكتشف سريعا أنه من الممل أن يكون المرء فيلسوفا زراعيا. في تلك الأثناء راح يصنع السلك المعدنية، ثم أخذ على عاتقه القيام ببعض مهام الهندسة المدنية في منطقة بيتسبرغ، ثم بدأ يبني الجسور. بدأ روبلينغ قفزته المهنية عندما تعلم في مجمع ساكسنبرغ الإنتاجي كيفية صناعة السلك الفولاذي الثخين الذي يستعمل في الجسور المعلقة. صنع ثلاثة جسور معلقة قبل جسر بروكلين، من بينها جسر سنسيناتي كوفينغتون الرائع الذي يصل ما بين طرفي نهر أوهايو. لكن المطلوب أن يكون جسر بروكلين أطول وأثقل جسر معلق في العالم، وعلى أبراجه أن تستقر تحت المياه العميقة، وهو أمر لم يجربه روبلينغ من قبل. وبالأسلوب المعهود نفسه أكب ليلا ونهارا على دراساته وحساباته إلى حد الهوس. كان جون روبلينغ ذا إرادة حديدية، عنيدا، شجاعا وصلبا. كان رجلا طموحا لا يعرف المزاح. كان قاسيا مع بعض أطفاله، حتى أنه مرة ضرب أحدهم تقريبا حتى الموت، لكنه كان عبقريا أقرب إلى مستوى ليوناردو. لم يكن مجرد بناء جسور، بل كان عالم رياضيات وفيلسوفا ولغويا، كما كان مهووسا بقيمة الوقت.
عندما كان روبلينج يندفع لاستكمال مخططاته، كان يعمل حتى وقت متأخر واقفا على حافة مرسى عبارة شارع فولتون يراجع مقاييسه. وكعادته كان منغمسا في عمله، فرفض بعناد الابتعاد من أمام عبارة مسرعة. اصطدمت العبارة بالرصيف وضربت ساقه بقوة، مما اضطرهم إلى إجراء عملية بتر لها. تمنى روبلينج أن تتم عملية البتر من دون تخدير، لأنه لم يكن يؤمن بأي شيء يخدع الدماغ، كما كان يؤمن بالعلاج بالماء، فأصر على سكب الماء البارد على ساقه ليلاً ونهاراً، زاعماً أن الماء يشفي كل شيء. كانت تلك غلطة قاتلة، حيث أدى ذلك إلى إصابته بكزاز الفك، وهو من أحد أشكال مرض الكزاز. على الرغم من ألمه الفظيع، نظر جون روبلينج إلى ابنه واشنطن وقال: أنت ستبني هذا الجسر. في عام 1869 أصبح واشنطن روبلينج كبير مهندسي جسر بروكلين، مع أنه لم يتجاوز 34 من عمره، إلا أنه بناء جسور محترف. لقد ساعد والده في التصميم التفصيلي لجسر بروكلين، وفورا واجه أكثر التحديات صعوبة، وهو تركيز أساسات البرج فوق طبقة صخرية قاسية تحت الطبقة الطينية لقاع نهر إيست ريفر. ومن أجل هذا احتاج إلى جهاز خطر يعمل تحت الماء يدعى حجرة القيسون، وهي صندوق خشبي مانع لتسرب الهواء وكبير بما يتسع لرجال يعملون في داخله. وكانوا ينزلونه كما ينزلون السفينة ويدلونه حتى يستقر في قاع النهر. الجزء السفلي منه مجوف وبلا قاعدة، فيتمكن العمال من الحفر في قاع النهر. وكلما حفر العمال كان الصندوق يغوص أكثر، وفوق القاع كانوا يضعون طبقة فوق طبقة من الحجر لبناء البرج. وعندما يبلغ صندوق الحفر العمق المطلوب، يتم إخلاؤه وصب الأسمنت فيه، فتتشكل قاعدة صلبة تحمل البرج الثقيل. ولكن كي يعمل الرجال تحت الماء، كان الهواء المضغوط يضخ باستمرار في الحفارة، فيقاوم ضغط الهواء في الداخل ضغط الماء القوي من الخارج، وإلا فإن ضغط الماء سيسحق صندوق الحفر ويغرق الرجال. كان هذا النظام خطرا جدا، فكان على روبلينج أن يصمم نظاما يضمن من خلاله إدخال الرجال وإخراج الأنقاض من دون فقدان الهواء المضغوط. قام بتصميم قفل هوائي طويل مزود بقبضات حديدية متينة في كلا الطرفين، ما يسهل على العمال سد الحفارة في أثناء دخولهم أو خروجهم. ولإخراج الأنقاض صنع فتحة تنقيب مجوفة مملوءة بالماء. عمل الماء كسدادة لمنع الهواء المضغوط من الاندفاع نحو الخارج، والهواء المضغوط كان يضغط على الماء مجبرا إياه على البقاء محبوسا في عمود الفتحة. كان هذا توازنا دقيقا، لكن لولا الأقفال أو الأبواب المفتوحة لاندفعت الأوساخ الناتجة عن التنقيب إلى السطح. كان ذلك أشبه بالسحر، لكنه كان مترافقا بمخاطر كبيرة. لو ازداد الضغط الموجود في الأسفل زيادة كبيرة لأدى ذلك إلى اندفاع الماء وجميع ما في الداخل إلى الخارج كقذيفة المدفع، وطبعا كان الجميع سيموتون. عمل هذا النظام الرائع من دون كوارث بالغة طوال سنين، لكن سرعان ما تبين للعمال أن العمل في الأسفل كان أشبه بعذاب جهنم. إنه يشعرك بالخوف، أنت تجد نفسك في الأسفل داخل صندوق ذي إنارة خافتة ودرجة حرارة ما بين 80 و100، إضافة إلى أنك تعمل في وحل نهري ذي رائحة مقززة، لا توجد مراحيض في الأسفل. كان يدور في ذهن العمال تصور فظيع مفاده أنه إذا توقف ضخ الهواء من الأعلى فسيندفع ماء النهر إلى الداخل ويغرق كل شيء،
إن المعاناة التي سيطرت على جو العمل هناك كانت تفوق التصور. وما زاد الأمر سوءا هو العمق المفاجئ للطبقة الصخرية، والتنقيب كان متأخرا. لذا قرر روبلينغ تحدي الوضع باللجوء إلى التفجير. لقد خاف النار والدمار المحتمل لصندوق الحفر، لكنه كان مضطرا إلى المخاطرة. عملت المتفجرات جيدا، والعملية أحرزت تقدما كبيرا، لكن كلما كان الحفر أعمق كانت هناك حاجة إلى مزيد من ضغط الهواء أيضا. بدأ بضعة عمال يعانون آلاما حادة، ومات اثنان منهم. بعد ذلك بدأ كبير المهندسين يعاني ما سماه العمال مرض حجرة الحفر. نحن نعلم أن على المرء أن يخرج ببطء من مكان فيه ضغط هواء مرتفع. ما كانوا يعرفون ذلك. إذا خرجت بسرعة تتشكل فقاعات من النيتروجين في مجرى الدم مسببة ألما مبرحا في المفاصل. الناس الذين عانوا ذلك هم الذين كانوا يدخلون ويخرجون بسرعة، والرجل الذي كان يدخل ويخرج أكثر من أي شخص آخر هو كبير المهندسين واشنطن روبلينغ. مع قرب عمل الحفارة المخيف على الانتهاء، قام روبلينغ الذي كان يقف بصعوبة بعزل نفسه في شقة تقع في مرتفعات بروكلين المطلة على موقع الجسر. كان طريح الفراش، لكن على الرغم من هذا أصر على الإشراف على العمل. لقد استعمل منظارا ليراقب تقدم العمل، ويأمر زوجته إيميلي بنقلها إلى العمال. ومع أن الصحف وصفته بالمجنون أو بالقريب من عتبة الموت، فقد استطاع إدارة هذا المشروع الضخم بنجاح طوال السنوات التسع التالية من دون أن يغادر شقته ولو مرة واحدة. بحلول عام 1883، وبعد 40 عاما على بدء المشروع، كان أطول جسر معلق في العالم في لمساته الأخيرة. والأبراج القوطية الرائعة التي كادت تودي بحياة روبلينغ كانت المنشأة الأطول في أمريكا. في تلك المرحلة كان المهندس الشجاع يعاني أمراضا جسدية ونفسية، ومع أنه كان قادرا على مغادرة شقته فإنه رفض الخروج لحضور حفل الافتتاح الذي يتم فيه تكريمه على عمله الرائع. لكن بعد أشهر نهض كبير المهندسين من فراشه فجأة، وتمشى بمساعدة زوجته إيميلي ببطء فوق الجسر بما يشبه الاحتفال الفردي. مع هذا الانتصار الفردي نسي اضطراباته الداخلية، وبدأ يستمتع بالإنجاز التاريخي الذي قدمه للأجيال. أصبحت الأبراج أطول من منشآت مانهاتن، والإثارة التي حصلت جراء بناء جسر بروكلين مهدت الطريق للمطالبة ببناء مزيد من الجسور. في تعاقب سريع تم بناء جسرين معلقين آخرين يصلان ما بين طرفي النهر الشرقي، وخلال العقود التالية تم بناء المئات من الجسور الشبيهة في العالم. بحلول عام 31 وصل جسر جورج واشنطن المحطم للأرقام القياسية ما بين طرفي نهر هيدسون رابطا مانهاتن بنيوجيرسي. مثلت أبراجه المصنعة كلها من الفولاذ طابع الجسر المعلق الحديث. وبمسافة يزيد طولها على ضعف طول جسر بروكلين، أحس المهندسون في الساحل الغربي بالثقة فتولوا بناء أكثر الجسور صعوبة. كان المعبر الوحيد الذي لم يجرب العمل عليه هو مدخل الخليج الرئيس من جهة المحيط. هذا بالتحديد ما احتاجت إليه مدينة سان فرانسيسكو للوصول إلى أراضيها الغنية البكر التي تقع شمال خليجها الرائع. كانت المدينة تبني جسراً ذا جزئين يمتد شرقاً إلى أوكلاند، ولكن كان على الطريق الشمالي أن يعبر بوابة جولدن جيت العريضة والخطرة، المنفذ الطبيعي الساحر إلى المحيط الهادئ. يجب أن يكون أي جسر هنا قادراً على تحمل الرياح العاتية والمد والضباب، ويجب أن يبعد على الأقل 7 أميال عن مركز الزلازل الأعنف في أمريكا.
راهن المهندسون على أن جسرهم يمكن أن يصمد أمام تلك القوة التدميرية. عادت سان فرانسيسكو إلى طبيعتها بسرعة بعد الزلزال الذي ضربها عام 1906، وما إن حل عام 1920 حتى ازدهرت المدينة ثانية. كما في المناطق الحضرية الأخرى، جعل الإنتاج الكبير للسيارات السكن في مناطق بعيدة عن المدينة ممكنا. في تلك الفترة صارت أزمة المسافر اليومية مسألة أكثر إلحاحا من حادث الزلزال العرضي. كانت السيارات تنتظر ساعات في الطابور لتنتقل بالعبارات عبر الخليج. ومع أن أصحاب العبارات كانوا سعداء، فقد راح المسافرون يطالبون برجل لديه الشجاعة لبناء جسر، فكان جوزيف شتراوس هو الرجل المطلوب. كان شتراوس رجلا قصيرا جدا، وقد ترعرع في ظل جسر نهر أوهايو الذي كان أول جسر ناجح طويل معلق في أمريكا، صممه وبناه جون روبلينج الذي بنى جسر بروكلين، أشهر جسر في العالم في ذلك الوقت. أراد شتراوس أن يكون روبلينج آخر، فذهب للعمل لدى الشركة الأمريكية للجسور. وفي هذه الأثناء كان شتراوس أول من واجه الحاجة المتزايدة إلى الجسور ذات الروافع المتحركة. حتى عام 20 كان شتراوس قد بنى المئات من تلك الجسور المتحركة البسيطة، وكان قد انتهى من بناء هذا الجسر في سان فرانسيسكو عندما قرع القدر بابه. قام مهندس مدني طموح باستدراج عروض لبناء جسر على البوابة الذهبية، لكنه لم يتلقى غير عرض واحد ب$100 مليون. أما شتراوس ملك الجسور المتحركة فقد عرض أن يبنيه ب$20 مليون فقط. وهكذا عثر أوشونيسي على رجله المطلوب. نشر شتراوس تصميمه باعتزاز، وكان جسرا نصف معلق وغير جذاب، ما أثار ضده جملة من الدعاوى القضائية. وجعل عددا من الخبراء يتساءلون فيما إذا كان التصميم سينجح أم لا. فسعى شتراوس للمساعدة، فأقنع ليون موسييف وأثمار أمان، وهما مصمما جسر جورج واشنطن، بأن يكونا مستشاريه، إضافة إلى أنه استأجر أستاذ الهندسة المحترم تشارلز إليس ليكون مصممه الدائم. جاء الفريق بتصميم جديد لجسر معلق برقم قياسي عالمي بطول 4200 قدم. تلك الفكرة نالت الموافقة الفورية من قبل سياسيي المدينة، ولكن كان على شتراوس أن يقنع السكان ليصوتوا ويدفعوا من أجل بنائه. اعتمدت خطته في تمويل الجسر على بيع سندات لمستثمرين من القطاع الخاص، وقد كان بارعا في ذلك. جال في شمالي كاليفورنيا متحدثا إلى مجموعات مدنية متنوعة، وكان يخبرهم أن كل الازدحام سوف يحل وأن ممتلكاتهم سوف تصبح أثمن. هم لم يطلبوا أكثر من ذلك، مع العلم أن الجسر كان من الممكن أن يتم بناؤه من دون التمويل العام ويبقى مجانيا بعد افتتاحه. ومع الجسر الجديد الذي وعد سكان سان فرانسيسكو بوظائف خلال فترة من الكساد الشديد، بدأت المعارضة السياسية بالتضاؤل. في النهاية نال شتراوس الأصوات والمال ليحقق حلمه ببناء الجسر. إن ميله إلى الإثارة الدرامية جعله يجلب آلات التصوير الإخبارية لتسجيل عملية حفر الأرض من أجل توثيقه للأجيال القادمة. كلف كبير المهندسين جوزيف شتراوس بالانطلاق في بناء الجسر والقيام بمعظم الإنجاز الهندسي. ولكن وراء عدسات التصوير كان شتراوس يشعر أنه مهمل، إذ إن تصميمه تعرض للسخرية والرفض، وكان مستشاروه هم الذين يتحدثون إلى إليس بدلا منه، ولم يكن أستاذ الهندسة الدقيق يعمل بسرعة ترضيه. كانت شخصية إليس مختلفة عن شخصية شتراوس. أراد إليس أن يكون حذرا ومنهجيا، وأن كل شيء ينجز بشكل تام. لم يكن شتراوس من النوع الصبور، بالنسبة إليه الوقت يعادل المال. لذا وبعد أن حصل على ما يريد من تصميمات هندسية ومواصفات من أجل العقود وغيرها، أعطى إليس إجازة مفتوحة بلا راتب،
أي أن تشارلز إليس المهندس المصمم لجسر جولدن جيت قد طرد. بخريطة مفصلة للطريق وضعها إليس وخبراء تصميم موسييف لتساعده، انطلق شتراوس مقررا أن يكون أول اسم يرتبط ذكره بأعظم جسر يجري بناؤه. ما عاد الآن بناء الجسور مهما كان طويل لغزا معقدا، فمنذ عقود وقطاع الصناعة يبني الجسور بوجود غواصين لوضع الأسس وعمال فطنين قادرين على وصل قطع من الفولاذ الخام في الهواء، والأبراج التي بلغ طولها 87 قدما والتي تعد الأطول في العالم، اكتمل البناء في أقل من سنتين. في حلول عام 36 أصبح الوقت مناسبا لمد الأسلاك الرئيسة بطول 1.5 ميل. ومع أن السلكين المعلقين لجسر جولدن جيت يبدوان كتلتين جامدتين، فإنهما عكس ذلك، بحيث إن كل سلك مؤلف من 27,000 سلك دقيق لفت بأحكام. عن بعد لا تبدو الأسلاك رشيقة المظهر وقادرة على حمل الطريق الضخم، لكنها في الحقيقة تنقل هذا الوزن الهائل إلى كتل خرسانية ضخمة موجودة عند طرفي الجسر. إذا ما اخترقنا الخرسانة فسنجد كتلة الأسلاك الكثيفة التي تشكل السلك الرئيس تنقسم إلى 61 حزمة تسمى الخصل. إنها تنتشر وتوصل بقضبان فولاذية مغروسة بالكتل الخرسانية. طبعاً سبب كل ذلك هو أن السلك يشد الخرسانة بقوة 60 مليون رطل. إذا حاولنا أن نجعل هذا الوزن في نقطة واحدة فلن تثبت في النهاية، لذا فإن تلك الترتيبة توزع على كل الكتلة الخرسانية. ولكن كيف لأسلاك دقيقة يوجد منها ما يكفي للالتفاف 3 مرات حول خط الاستواء أن تلف بشكل دائري وقوي وكاف لحمل طريق عام وكل ما هو عليه؟ هذا واحد من أصعب التحديات التي يمكن أن نواجهها في بناء جسر معلق، وهنا تم رفعها فوق الخليج في ظروف الأمطار والرياح وضباب البوابة الذهبية. شاهدت البلاد بذهول لف الأسلاك الممتدة مئات الأقدام فوق خليج سان فرانسيسكو، وهو من أعظم المشاريع الطموحة في الولايات المتحدة. للقيام بعملية تصنيع الأسلاك استدعى شتراوس مهندسين من شركة جون أي روبلينج، مستغلين تقنيات كانت قد طورت منذ أكثر من نصف قرن من أجل جسر بروكلين، أقر لهم بأنهم سادة في مهنتهم. تبدأ العملية بتثبيت أحد أطراف الأسلاك بالكتلة الخرسانية، أما الطرف الآخر فسيلف حول عجلة متحركة تنقل الأسلاك فوق الأبراج إلى المرسى المقابل ليتم تثبيتها في مكانها. هذه العملية تتكرر ذهاباً وإياباً آلاف المرات. فوق قمة الأبراج يلف العمال نحو 100 من تلك الأسلاك على شكل خصل. وعند اكتمال جميع الخصل يتم ضغطها. يسحب السلك تحت الضغط داخل أنبوب ضخم ويلف بأحكام لمنع مياه المطر من أن تتسبب في صدأ الأسلاك. خاف شتراوس على أرواح العمال الذين يعملون على ارتفاعات لم يسبق لها مثيل في تاريخ بناء الجسور، ومتحديا النسبة التي تسمح بموت عامل في مقابل كل $1 مليون من أعمال البناء، قام بمد شبكة حماية تشبه تلك المستعملة في السيرك بين العمال والخليج تحتهم. 19 عاملا نجوا من الموت بمساعدة شبكة الحماية، ولشجاعة مهنتهم أطلق الناجون على أنفسهم لقب نادي الطريق إلى الموت. ولكن قبل أسابيع من افتتاح الجسر انزلقت منصة فولاذية تحمل 12 عاملا وسقطت في الشبكة التي لم تستطع تحمل كل هذا الوزن. مات 12 عاملا، لكن ذلك الحادث المأساوي لم يطمس رقم السلامة القياسي للجولدن جيت، وتناسقه المدهش يجعل إنجازه شيئا غير اعتيادي.
صار جسر جولدن جيت أيقونة من اللحظة التي افتتح فيها عام 37 وظل أبرز الجسور في العالم. اللون الذي اختير له يدعى البرتقالي الدولي وكان جزءا من التجربة والتصميم. وخلافا للمخاوف الأولى كان الجسر منسجما مع البيئة المحيطة ومجملا لها. نصب تمثال لشتراوس الحالم الذي مات في سنة إتمام بناء الجسر. فمهما قيل عن البناء الصغير فإصراره هو الشيء الذي جعله يتحقق. كان لا يزال السؤال مطروحا، كيف سيواجه جسر جولدن جيت الزلزال المدمر التالي؟ الزمن كفيل بالإجابة عن هذا السؤال، لكن هناك تحديا آخر كان على الجسر أن يواجهه، عدو قديم فاجأ أفضل مهندسي العالم. في عام 1940 وبعد الانتهاء من افتتاح جولدن جيت بثلاث سنوات، تم بناء جسر مضيق تاكوما في ولاية واشنطن. صمم على يد ليون موسيف الذي كان يشغل منصب المهندس الاستشاري لجسر جولدن جيت. كان هذا ذروة جهده الطويل في بناء جسر معلق بسيط رائع واقتصادي. ولكن هذا الجسر كان يتحرك إلى الأعلى والأسفل بطريقة لم يسبق لها مثيل. بعد ذلك وبعد افتتاحه بثلاثة أشهر وبسرعة رياح ثابتة بلغت 40 ميلا في الساعة، بدأ الجسر يلتوي لدى استخدامه. وبعد 4 ساعات حطم الجسر نفسه بنفسه. بعد سنين من الانهيار وباستخدام نماذج اختبارية وقنوات هوائية، تمكن المحققون من معرفة سبب الكارثة. كان جسر مضيق تاكوما نمطا مختلفا عن الأنماط التي بنيت من قبل، فبدلا من وضع دعائم معلقة تحت السلك وضعت عارضة وهي تركيب صلب شبيه بالحائط أدى إلى حجز الرياح. إذا كانت هبة ريح خفيفة تؤدي إلى تمايل الجسر بشكل طفيف فإن لها تأثيرا كبيرا في الرياح الملتفة حوله، إنه يجبر الريح على إحداث اختلاف جوي فوق الجسر. بدأت حركة الجسر تثير الرياح الثابتة بتحويلها إلى حركة دائرية مولدة أنظمة ضغط منخفض ومرتفع تدعى الدوامات، وهذه بدورها تجبر الجسر على زيادة الحركة التي بدأتها. إنها تشبه شخصا على أرجوحة، دفعة في البداية تليها دفعة أخرى ثم تتراكم قوة دفع كبيرة. تلك العملية تدعى الاهتزاز الذاتي المنشأ. لقد أثار الجسر حركة الرياح التي بدورها أدت إلى انهياره. حتى بعيوب تصميمها كان من الممكن لجسور أثقل وزنا أن تقاوم ضغط الهواء، لكن جسر تاكوما بني خفيف الوزن لتوفير النقود، فكانت النتائج. جسور موسيف الأخرى المتأثرة وحتى المدعمة منها على طريقة جسر جولدن جيت تم تدعيمها فورا بأنظمة تمنع حركة الاهتزاز في الهواء. حتى الآن تلك الإجراءات منعت تكرار حادث تاكوما، ولكن مشكلة الحركة المفرطة لم يجري التخلص منها تماما، كما يظهر بوضوح في هذا التصوير للجولدن جيت عام 81. يؤدي تعرض الجسر لرياح قوية وثابتة إلى اهتزازه بقوة إلى الأعلى والأسفل، معرضاً الشاحنات الطويلة لخطر السقوط. الجسر مغلق الآن بسبب الرياح القوية. لكن في الهندسة كل شيء له محاسن ومساوئ، فالمرونة الموجودة في جميع الجسور المعلقة يمكن أن تكون هي السبب في إنقاذ جسر جولدن جيت من زلزال مدمر كما حدث في سان فرانسيسكو عام 89. قتل أكثر من 200 شخص في انهيار جسر أقدم وأكثر صلابة، فقد سقط قسم من النصف الشرقي لجسر خليج أوكلاند فوق الرصيف.
كان النصف الثاني من الجسر الجزء المعلق مرناً بشكل كاف لتفادي الضرر البالغ. كانت المئات من جسور كاليفورنيا ومنها جولدن جيت بحاجة إلى تعديلات مهمة متعلقة بالزلازل. عندما بنيت الجسور لأول مرة كان هنالك معرفة بسيطة جدا بالزلازل، ليس بالنسبة إلى المهندسين فقط بل بالنسبة إلى الجميع، وكانت الحكمة التقليدية تقول إن أي جسر يستطيع أن يقاوم رياحا عاتية فهو بالتأكيد سيقاوم الزلازل، ولكن هذا ليس صحيحا. يمكن للهندسة أن تكون عملية تتطور بالتجربة بقدر ما هي علم دقيق. واستطاع العلم من تجربة الجسور القديمة بناء جسور حديثة آمنة على أمل عدم وقوع كوارث تؤخذ كدروس. استبدلت أوكلاند جسرها المعلق القديم بآخر جديد ومقاوم للزلازل. في بداية الأمر تمت دراسة تصميم مشابه لجسر سانشاين سكايواي في تامبا. هذا التعديل الاقتصادي على الجسور المعلقة الكلاسيكية له أسلاك منحرفة مدهشة موصولة مباشرة بسطح الجسر. ومع أن تصميم الجسور المعلقة بالأسلاك يحد من طولها، فإن هذا لم يمنع من بناء كثير منها في العالم. بالنسبة إلى الامتدادات الأكثر خطراً، فإن الجسور المعلقة الكلاسيكية لا تزال أفضل الحلول. اليوم أطول جسر معلق في العالم هو جسر أكاشي كايكو الياباني المزود بجسر مركزي يمتد ميلاً وربع الميل. بالفعل أكاشي هو أعجوبة العصر الحديث وهو إرث جسر جولدن جيت وكثير من الجسور العظيمة التي سبقت. بالنسبة إلى الحالمين هناك حدود لا يمكن للجسور أن تتجاوزها. بالنسبة إلى هؤلاء فالجسر الكبير التالي قد يربط بين إيطاليا وصقلية، أو يعبر مضيق بيرينغ ليصل الولايات المتحدة بروسيا. تلك الإنجازات تكمل تراثاً شاركت فيه كل الجسور، سواء بنيت من أجل الحرب أو التجارة أو عبور المشاة أو السيارات أو القطارات، فقد ساعدت الجسور في عملية تواصل شعوب العالم من أجل تقدم الحضارات المستمر.